فضيلة الشيخ نعيم حسيني كركندي، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الشريف الصناعية، تدرج في الدروس الحوزوية وصولا إلى مرحلة البحث الخارج، عمل أستاذا في الحوزة العلمية في قم المقدسة، رئيس تحرير مجلة جهة الفصلية التي تصدر عن مؤسسة النهضة في منظمة الدعوة الدينية، لديه العديد من المقالات والبحوث العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية في داخل إيران وخارجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السادة الحضور الكريم الأفاضل، كل بحسب مقامه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان للقائمين على هذه المؤتمر المباركة، وكل منتسب العتبة العباسية المقدسة المتعاونين في هذه النشاطات العلمية القيمة، وأخص بالشكر متوليها الشرعي وأمينها العام الداعمان لمثل هذه الفعاليات. أما بعد، إن بحثي موسوم بعنوان اندماج الساحات التربوية عند الإمام الهادي عليه السلام، الزيارة الغديرية والموذجة. مقدمة، يجب أن أقول أن دراسة نص الزيارة الغديرية كما هو الحال في دراسة سيرة الأئمة المتأخرين، خاصة الإمامين العسكريين، في حالة ضعف كما وكيفا. قسم من هذا الضعف له وجه بدليل قلة ما روي عن هؤلاء الأئمة إثر ضيق الظروف والضغط الحاكم من جانب النظام الظالم الحاكم، وقسم آخر نأشعنا عن قصور أو تقصيرنا كالباحثين في هذا المجال. بالنسبة إلى الساحات التربوية، وفي تقسيم عقلي ثنائي، نستطيع أن نقول أن العلاقة للإنسان بشكل كلي إما مع نفسه وإما مع غيرها، الثاني إما مع الرب والخالق سبحانه وتعالى وإما مع غيره. إذن الساحات التي الإنسان في العلاقة معها تصير ثلاثة: التفاعل مع النفس، التفاعل مع الرب، والتفاعل مع الآخرين. وفي القسم الثالث نركز على ما يرتبط بقضايا الأمة من السياسات والاجتماعيات. هذه الساحات لها ترابط وثيق. في هذه الزيارة، يعني الزيارة الغديرية للإمام الهادي، نرى الاهتمام إلى هذه الساحات الثلاثة معا، وفي كل موضوع يهتم الإمام بكل من هذه الثلاث. أشرت في البحث إلى بعض النقاط حولها، وسأتطرق ببعضها إن شاء الله. ثم تكلمت عن ظروف عصر الإمام علي بن محمد الهادي أبو الحسن الثالث والفقيه العسكري الذي كان أطيب الناس بهجة وأصدقهم لهجة وأملحهم من قريب وأكملهم من بعيد. كان مدة مقامه بسر من رأى 20 سنة، وتوفي فيها وقبره في داره، وكان في سن إمامته بقية ملك المعتصم، ثم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، وفي آخر ملك المعتمد استشهد مسموما. الدراسة التفصيلية لما جرى في تلك الأيام تحتاج إلى مجال آخر، ولكن تجدر الإشارة إلى هذه النكتة، وهي أن أغلبية المصادر الحديثية الرئيسية لأهل السنة تم تأليفها في فترة القرن الثالث الهجري، وهذا أثر على المجتمع والنخب والمفكرين، وشكل بعض الأزمات والتحديات الفكرية والسياسية في ذلك الوقت، ولعب الدور النشيط آنذاك كان يحتاج إلى موقف دقيق ومعقد من جانب كل من يريد التأثير الجزئي على المشهد، فضلاً عن الإمام عليه السلام. في هذه الأجواء، إحدى الاستراتيجيات التي اتخذها الإمام عليه السلام كانت تبيين حقيقة الإمامة وبيان مميزات واختصاصات الإمام الحقيقي المنصوب من قبل الله جل وعلا. في هذا الإطار نرى أنه
وصل إلينا من جانب الإمام الهادي عليه السلام اثنتان زيارتان ذات مضمون عالية حول معرفة الإمام المعصوم، وهما الزيارة الجامعة الكبيرة والزيارة الغديرية لأمير المؤمنين عليه السلام. لعلنا نستطيع القول بأن مركز الثقل في زيارة الجامعة الكبيرية على الجانب الفكري والعقدي لمكانة الإمام في العالم، والتركيز في الزيارة الغديرية على مهمة الإمام على الأرض وهو الجانب الاجتماعي والسياسي وأمثالهما. على أي حال، هاتين الزيارتين ركنتان من فكرة الإمام الهادي عليه السلام التي يحاول أن يربي الجيل الشيعي في الوقت نفسه وفي كل عصر ومصر عليها، وهديتان من الإمام أبو الحسن النقي عليه السلام ومنهاج للإمام لتربية الفرد والأمة. الهدف الأصلي لهذا البحث هو تسليط الضوء على نص هذه الزيارة بشكل خاص، وهي ليست زيارة صدرت عن لسان الإمام في زيارة أمير المؤمنين فحسب، وينبغي أن نستلهم من قبسات نورها ومعارفها. هذه طبيعة كل ما صدر عن الأئمة ولا خلاف فيها، لكن أود أن ألفت النظر إلى أن هذه الزيارة فيها زيادة فائدة غير ذلك، وعلينا أن ندرسها بمنظور آخر. طبعا قبل الخوض في البحث عن النكات المستفادة من الزيارة الغديرية المباركة حسب الأسلوب العلمي الرائج بين أصحاب علم الحديث، وأيضا كعمل عقلائي للمواجهة مع نقل بادرت بدراسة مصادر نقل هذه الزيارة واستنادها ودراسة موجزة عن الرواة الموجودة في سلسلة السند، حتى بعد الفراغ عنها نطمئن أن الزيارة صدرت من الإمام نفسه كي نبحث عن الدلالات الموجودة فيها. المصدر الرئيسي لنقل هذا النص هو كتاب المزار لابن المشهدي وباقي المنقولات مروية عنه. هذا ما نعرفه بعد الفحص عن الكتب التي يأتي مصنفها بهذه الزيارة. هناك سندين للزيارة في نقل ابن المشهدي، أحدهما مرفوع والآخر متصل. السند المتصل يوجد في سلسلته كبار العلماء، منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن قولواي والكليني وعلي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليهم، ويصل إلى السفير الثالث والصفير الأول لمولانا الإمام الحجة المنتظر، وهما يرويان عن الإمام الحسن العسكري عن أبيه الإمام الهادي عليهم السلام. نظرنا إلى بعض التفاصيل حول ذوات هذا السند وبدأنا السند الآخر، وحسب هذه الدراسة الموجزة نقدر القول بأن هذه السلسلة صحيحة وموثقة، وأكثر رواته من أجلاء الأصحاب وكبار المشايخ الموثقة بهم. أما مضمون الزيارة بشكل كلي، هذه الزيارة مليئة بالآيات والروايات والسرديات التاريخية. الإمام عليه السلام استفاد من العديد من الآيات القرآنية تلميحا وتضمينا واقتباسا، كما استفاد كذلك من الأحاديث. في المجموع نرى 28 آية من آيات القرآن الكريم و18 من الأحاديث النبوية في هذه الزيارة. تبدأ الزيارة بالسلام على أمير المؤمنين بنعوت مختلفة، ثم الشهادة بخصائص الإمام ومواصفاته، ثم تدخل في نقل التاريخ تأييدا لبعض المدعيات وبيان شأن نزول الآيات التي في شأن أمير المؤمنين. أولا تشير إلى أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا تصل إلى أحداث عهد خلافة الإمام علي عليه السلام وحروبه مع الناكثين والغاصتين والمارقين، وتتبين بعض التفاصيل المختلفة فيها. ثم تشير إلى غصب الفدك بعد غصب الخلافة وصبر الإمام عليه واستقامته على طريق الحق، وتختتم الزيارة باللعنة على الغاصبين والظالمين والقاتلين وغيرهم. هناك بعض النقاط مهمة في الزيارة الغديرية، وفيها دمج الأمور المتنوعة بما فيها متعلقة بالساحات الثلاثة المشار إليها. أسلط الضوء إلى أربع نقاط في هذه الزيارة. الأول، إعلان الموقف مع التقية. مع الالتفات بأن الزيارة صدرت عن لسان إمام طلبه الخليفة إلى العاصمة للضغط عليه ومراقبته بشكل أكثر، وفي ضمن السفر نفسه والتوجه على حجم التركيز على قضية خلافة أمير المؤمنين والاستدلال لها، نطمئن أن الزيارة هذه مع كل فوائدها يمكننا أن نحتسبها بموقف حاد ونشاط سياسي ضد الطاغوت الذي يترأس النظام آنذاك.
إذا ثبتت حقانية أمير المؤمنين لتصدي إمامة المسلمين دون الآخرين بعد النبي، هذا في تلك الظروف يعني عدم حقانية ما جرت على الأمة ولزوم الرجوع إلى أهل بيت النبي عليهم السلام. لكن من المفارقة أنه تم إعلان هذا الأمر في هذه الزيارة بشكل لا يمكن اتهام للإمام بأنه يريد الخروج على الخليفة حتى تصير هذه العبارات مصوغة لقتله عليه السلام. الإمام عمل بكل الجوانب اللازمة مراعاة للتقية التي روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنها ديني ودين آبائي. من بعض الشواهد الدالة على هذا المدة هي: الأول، تكرار التعبير بأمير المؤمنين للإمام علي لأكثر من 10 مرات في هذه الزيارة. الثاني، تكرار التعبير بمولاي ومولى المؤمنين. الثالث، الورود المباشر بعد السلام على النبي إلى زيارة الأمير دون زيارة الآخرين من الأنبياء تفصيلا والآخرين من الأجداد الطاهرين لأمير المؤمنين، ولعله للتأكيد على النسبة المباشرة بين الرسول ووصيه عليهما السلام. والرابع، عدم وجود سرد تاريخ ما جرى في عهد المزور بهذا الحجم في أي زيارة أخرى. إذن نرى في هذه الزيارة تركيبية بين المعارف الإلهية حول مقام الإمام وتربية الأمة عليها، وبين تطبيقها على الأرض واتخاذ الموقف تجاه قضايا الأمة يبنى على ذلك ويتم في هذا. الثاني، يمكن أن القارئ والسامع للزيارة لا يلفت الانتباه إلى أن الإمام الهادي في هذا التخاطب لأمير المؤمنين عليهما السلام بالكناية يقصد نفسه من العديد من الأمور التي يعدها للإمام علي عليه السلام، خاصة مع أنه هناك أكثر من 200 نعت وصفة من صفات أمير المؤمنين يوجد في هذه الزيارة. لكن أمر هكذا، على سبيل المثال انظروا إلى هذه العبارة من الزيارة: أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق وأنك مولاي ومولى المؤمنين. إن كان آل محمد سادات الخلق ويقسم هذه الأمم بالله لهذا الأمر، هذا تلويحا معناه شنو؟ معناه أن باقي الصفات المذكورة لأمير المؤمنين إلا اختصاصاته تجري للآخرين من الأئمة المعصومين. هذا ما يستفيده المتأمل في هذه الزيارة دون أن يجلب الأنظار حتى يؤدي إلى التحديات غير اللازمة. أعبر إلى النقطة الثالثة، هناك بعض مراعاة للوقت. والثالث، الإشارة إلى مميزات أمير المؤمنين ليست بقصد المدح فحسب، بل الزائر الإمام أو الإمام الزائر في الحقيقة يبين أجزاء الفكرة الإسلامية الأصيلة حول الإمامة، خاصة بجانبها الدنيوية، مع تبيين كيفية علاقة الأمور الروحية المعنوية مع الأمور الدنيوية في الفكر الإسلامي وعقائده. مثلا، إن تدبر في مثل هذه العبارة: أنت مطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، وفيك أنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنت الكاظم للغيظ والعافي عن الناس، والله يحب المحسنين، وأنت الصابر في البأساء والضراء وحين البأس، وأنت القاسم بالسوية والعادل في الرعية إلى آخره. نرى أن الإمام يشير إلى مواصفات من له حق الإمامة على الناس وخاصة المؤمنون. ففي الوقت الذي يعطي التعاليم إلى الشيعة حول مكارم الأخلاق وضرورة الاقتداء بهذه الخلق، لكلامه مفهوم مخالف كنائي، أعني من ليس له هذه المواصفات ليس له حق الزعامة والخلافة. هذا اندماج بين الساحة الفكرية والساحة العملية الذي يدعون إليه الإسلام الأصيل. والرابع، وتركيب الساحة الفردية مع الساحة الاجتماعية والسياسية. هناك فقرات كثيرة في هذه الزيارة الهامة في تراثنا الروائي يربط الإمام فيها بين الساحات المختلفة للحياة، وبالتالي يعلمنا كيفية رشد كل منها. هنا نكتفي ببعض منها للإشارة السريعة إلى أصل الفكرة. الأول، مثلا في هذه العبارة: آمنت بالله وهم مشركون، وصدقت بالحق
آمنت بالله وهم مشركون، وصدقت بالحق وهم مكذبون، وجاهدت وهم محجمون، وعبدت الله مخلصا له الدين صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين، ألا لعنة الله على الظالمين. نرى أن الإمام مع الإشارة إلى الإيمان، الصدق، العبادة، الصبر كالخصائص الممدوحة والفضائل الجميلة لأمير المؤمنين، يشير أيضا إلى الصفات المقابلة لها، يعني الشرك والتكذيب والظلم، وفي الحقيقة يتذكر الجبهتين الحق والباطل. هذا يعني بدء التربية من الأمور الفردية وهي الإيمان والصدق مثلا، والوصول إلى الساحة السياسية والاجتماعية. الثاني، في عبارة أخرى، وأشهد أنك ما اتقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك جازعا ولا أحجمت عن مجاهدة عاصيك ناكلا ولا أظهرت الرضا بخلاف ما يرضى الله مداهنا ولا وهنت لما أصابك في سبيل الله ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقك مراقبة إلى آخره. نشاهد أن الإمام يربط بين الخصال الحسنة كعدم الوهن والضعف وبين العقيدة بتفويض الأمور إلى الله، ومع ذلك يمتد هذه الخصال إلى المشهد الذي كان أمير المؤمنين وواجها معه. النقطة التي يلزم التوجه إليها وأشرنا إليها سابقا هي التأثير لهذه الأمور والمواقف تجاه ما جرى في عهد أمير المؤمنين على الأحداث في زمن الإمام الهادي. هناك بعض عبارة أخرى أكتفي بها، وفي الختام أقول ما أشير إليه في هذا البحث قطرة من بحر المعارف الموجودة في هذه الزيارة، وكان قصدي الإشارة العابرة إلى أصل الفكرة وتطبيقها في بعض مقطعات هذا التراث العزيز. طبعا التفصيل في هذا المجال يتطلب كتابة كتب مع كثير من المجلدات، وأرجو أن يوفقنا الله وأيضا الباحثين الأخر لأداء حق هذه الكنزة العظيمة، والله الهادي الموفق والمعين. وأخيرا، كما ختم الإمام الهادي هذه الزيارة بلعن الظالمين، أختم كلامي هذا بلعن أكابر الظالمين والمجرمين في عصرنا الراهن، ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا فلسطين، الذي لم يقصر في مدى ظلمه إلى أهالينا في غزة العزة. وعلى هذا وفي رحاب أبي الفضل العباس، ندعو الله سبحانه وتعالى لنصرة المظلومين ولحل قضيتنا المركزية وهي القدس، ولفرج آل محمد بظهور الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لجناب الشيخ نعيم حسيني على ما أفاض به والتزامه بالوقت، وأيضا نفتح باب المداخلة والنقاش للحاضرين إن شاء الله. نعم. نعم شيخ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لجناب الشيخ عفوا على تسليط الضوء على مضامين زيارة الغدير لما تحمله من أبعاد عقائدية، وتكملة لذلك هناك زيارة ثالثة تختصر كل المعاني العقائدية، وهي من أمهات الزيارات الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، وهي زيارة أمين الله. فزيارة أمين الله هي تعتبر المنطلق للزيارات، الزيارة الغديرية موسعة، وكذلك زيارة الجامعة. وشكرا. نعم شكرا لك. شكرا لسماحة الشيخ الفاضل عفوا على ما أتحفنا به من مفاهيم غزيرة وأفكار متينة، جزاه الله خيرا. أنا استوقفتني كلمة اندماج، هل تقصد به تغطية هذه المساحات؟ إذا كان هذا المقصود فالاندماج لا يؤمن لك هذا القصد، وهو أعتقد فيه انعكاس سلبي. الاندماج في هذا المورد دمج ساحات مختلفة في الحقيقة له انعكاس سلبي، وإذا كان المقصود التغطية فهو جيد. واستخدمت مفردة الساحة ولم تلتزم بها عندما عنونتها
أوضحت معناها بأنك تقصد العلاقة على أساس ترتيب علائقي، علاقة الفرد بربه وعلاقة، لكن عندما خضت في غضون البحث كنت تتحدث عن استعملت مفردة الساحة في الساحة السياسية والساحة الاجتماعية والساحة الفردية والساحة الأخروية والساحة الدنيوية، في حين أنه يعني لا يجد المستمع ربطا بين العنوان، فهذا يولد شيء من التساؤلات والإبهامات في أذهان المتلقي. وشكرا. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالاندماج، قصدي كان الترابط الوثيق وليس مجرد التغطية، الترابط الوثيق كان قصدي، ولكن الإشكال الثاني أقبلها، يعني هذا شرحته في كامل بحثي، ولكن هذا الإشكال وارد وأقبلها طبعا. شكرا لكم. نعم، إذا كان هناك مداخلة أخرى. أنا أضيف بإشارة إلى أنه استند جناب الشيخ في بحثه إلى كتاب المزار، وكان هذا الكتاب أنا قرأت بحثا عن هذا الكتاب وهو المشهدي، أثيرت شكوك أصلا حول أصل هذا الكتاب لعدم شهرة المشهدي، إلا أني قرأت بحثا يثبت سند هذا الكتاب ويقويه ويشير إلى من استند عليه من العلماء الأجلاء. في حال كون عدم وجود مداخلة أو سؤال، نتوجه بالشكر الجزيل إلى جناب الشيخ على ما به، وشكرا له. شكرا جزيلا لإصغائك. شكرا جزيلا.